الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤيا التعرق الميت في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في المنام تشير رؤية الميت وهو متعرق وسعيد على غفران الله عز وجل لذنوبه ومكانته العالية في الدار الآخرة والله أعلم. رؤية الأب المتوفى يحتضن الرائي وهو متعرق ومطمئن الوجه في المنام، والله أعلم علامة على حسن خاتمة الأب ودخوله الجنة. قد تشير والله أعلم رؤية الميت يتصبب عرقا في المنام على عدم إتمام الشخص المتوفى لعمل كان يقوم به قبل وفاته والله أعلم. عندما يرى الشخص المتوفى وهو متعرق في منامه والله أعلم يحتمل أن تكون إشارة على ضرورة حسم أمور أو مسائل مادية تخص الميت وإنهاؤها والله أعلم. الحلم بأن شخصا متوفى يتصبب عرقا وهو مرهق في المنام تدل على موت أحد أقارب الميت وحاجته للدعاء والصدقات والله أعلم. رؤية المرأة الحامل بأنها تتعرق بشدة في منامها والله أعلم علامة على توتر وخوفها الشديد من الولادة، ولكنها ستمر بسهولة بإذن الله. رؤية الفتاة العزباء بأنها تتعرق بغزارة في المنام دليل على سعيها الشديد للتفوق والنجاح في طلب العلم. تعرق الشخص بغزارة في المنام والله أعلم تكون إشارة على تعرض الرأي للكثير من الخسائر المادية وضياع أملاكه. الشاب الذي يرى في منامه بأنه متعرق بشدة تدل أنه مجتهد ويحاول أن يصل إلى ما يتمناه ويطمح به. عندما يرى الشخص بأنه يتعرق بشدة وهو ضعيف في منامه تشير والله أعلم على اقتراب أجله ووفاته والله أعلم. في المنام تشير رؤية خروج العرق من الإبط على افتعال الرأي الكثير من المشاكل مع الآخرين بسبب شخصيته الغير سوية. رؤية الرجل المتزوج بأن العرق يخرج من كل الجسم في المنام والله أعلم تكون إشارة على طلاقه وانفصاله عن زوجته. المرأة المتزوجة التي ترى في منامها خروج العرق من إبطها والله أعلم علامة على مرورها بأزمة مالية والاحتياج الشديد للمال. قد تشير رؤية خروج العرق من الجسم كله في المنام على فراقها ووداعها لأحد الأشخاص المقربين والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء بأن العرق يخرج من جسدها في المنام تدل على تخلصها من المشاكل وبعض الهموم البسيطة والعيش براحة وسعادة والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.